والله يعني هو شوارع نظيفة مليحة، بس مرات تجي سيارات تحمل رمل حصو، فينكب منه الرمل والحصو يسد هاي، يعني شوف هذه هاي كلها هاي المنطقة هسه هاي رمل كله، هاي المكان صايرة من هاي السيارات، لو الشارع نظيف كل شيء ما بينه، فيسد المجاري يسد الساقي هذا. ايش الطالب؟ ايه البلدية يجون هم ينظفونه لانه لازم هذا. ايه والله هاي الامور هاي. الا اغرب الشارع نظيف ما بينه شيء. والله المفروض يعني مدينة الموصل يعني تشيل هاي الانقاض، هي قاعد تشتغل بس المشكلة المنطقة يعني متعاونة ومتشيلة. ايه هاي ما مأثر عليكم انتم بس؟ بلى والله شو ما مأثر علينا، قاعد تسد يعني الامطار يعني ال سد السواقي ما سواقي. والله اخي اني اذا ابو البيت يبني ماكو اي مساعد من المواطن هم من البلديه، بصراحه ماكو. يعني هسه ابو البيت عايبني يبني مرمم البيت ماله غير يشيل الانقاض او خلينا نقول الشيء اللي يبقى بالشارع مثلا رمل او شيء، يساعد البلديه مساعده حلوه.